موعد مباراة مصر والكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة، لايك وشير ومتابعة من كل محبين الرياضة المصرية. ونبدأ حلقتنا بموعد المباراة. المباراة يوم 15 نوفمبر القادم الموافق يوم الجمعة الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة خارج الديار، المباراة في ملعب الكاب فيردي، مذاعة المباراة على قنوات بين سبورت المشفرة. منتخب مصر يدخل المواجهة وهو في صدارة المجموعة ب 12 نقطة، بينما الكاب فيردي يدخل المواجهة برصيد 3 نقاط، يريد الفوز من أجل المنافسة على بطاقة الصعود مع منتخب مصر اللي ضمن التأهل بشكل رسمي. كل التوفيق للمنتخب الوطني ولحسام حسن وتجربة لعيبة جديدة في المباريات القادمة من أجل الاستفادة بهم في تصفيات أمم إفريقيا. لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب ومتابعة لصفحتي على الفيسبوك يوصلك كل ما هو جديد.